اجيب عندي معلقه لطيفه وابدا اظبط النار بتاعتي تكون سخنه شويه، واجيب عندي الترشونه ونبدا نعصج الايه الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. سنه زيت عادي، مش شرط يكون زيتون او زبده او حاجه كده اهو، ماشي الكلام. وهجيب عندي الفراخ المفرومه، بجيبها من عند الراجل برضو بيبيعها جاهزه، او لو عندك في البيت صدور على وراك ممكن نقلبهم مع بعض في الكبه ويتضربوا معايا يطلعوا زي الفل. بسم الله، نبعد وشنا عشان الزيت سخن ونبدا نعصر. الف بيت عصيج لحمه او فراخ ايه؟ اول حاجه فلفل اسود وملح. دايما بقول نفس الجمله ليه؟ عشان اشم ريحه حلوه عن انا شميتها دلوقتي. شميت ايه وحش؟ ما شميتش حاجه وحشه، ولكن خلينا نتكلم بالطريقه اللوجيك شويه او العلميه. يعني لما لحمه بتتشوح على نار في زيت سخن هتبقى مش وحشه، ولكن ريحه الفلفل احسن، يشيل الزفاره بالبلدي كده. طيب الملح وظيفته ايه؟ يخليها معايا تتفتت بسرعه ما تكلكعش اهو. اخر الحلقه ان شاء الله النهارده، كنا وعدنا حضراتكم امبارح كان معانا دكتور جميل، وبصراحه افادنا بالمعلومات لحبايبنا واهالينا مرضى السكر. وبصراحه كان الحلقه امبارح كانت جميله جدا، في نهايه الحلقه السيجمنت كان رائع، ولكن الوقت ما سعفناش، فحبينا نسجلها وسجلناها امبارح فعلا بعد ما خلصنا هوا، وقلنا نزاح لحضراتكم. بس قلنا بقى ايه، طب ما ننزلها على السوشيال ميديا عشان تبقى سهله للناس، ما يبقاش في برضه حد يقول ايه انا اتلخبطت ما شفتش السيجمنت ده او ما شفتش ده. فان شاء الله في نهايه الحلقه هتلاقوا على كل صفحات التواصل الاجتماعي اللي تابعه لقناه اون ولعلاء الشربيني، هتشوفوا كمان العناوين بتاعت الصفحات بحيث تخشوا تبصوا وتشوف ايه اللي اتقال في الفاصل امبارح او بعد ما خلصنا الحلقه عفوا، وايه اللي اتقال امبارح على الهواء. افندم ايه؟ الصفحه بتاعت احلى اكله هينزل عليها الفيديوهات، والصفحه بتاعت علاء الشربيني اوفيشال فيسبوك هينزل عليها فيديوهات، وهتلاقوا برضو على صفحه اون هينزل برضو عليها الفيديوهات ان شاء الله. وكمان انا شفت امبارح بصراحه الفيديوهات اللي نزلت، الناس الحمد لله يعني مبسوطه بالفكره دي. اتمنى رب نحاول يعني دي الصفحه، أي صفحه دي يا جماعه؟ انا مش شايف. دي صفحه علاء الشربيني، صفحتي الخاصه هتلاقوا عليها برضو الفيديوهات، وصفحه اون هتلاقوها كمان، واحلى اكله كمان برضو بتاعتنا ان شاء الله. الصفحات دي كلها هتلاقيها عليها كل الفيديوهات اللي نازله ليها علاقه بحلقه امبارح بفكره الضيف اللي كان موجود معانا الدكتور سبعاوي، ولا فاكر الاسم، هيكون ان شاء الله تكمله للي حصل امبارح. هرجع تاني، شوحت حاجتي، اجيب عندي ايه بقى؟ بصلايه حلوه كده، بسم الله، اجيب عندي حبه مشروم حلوين، وابدا ادلع حاجتي بقى ني في ني. تمام التمام، فص توم يدلع الدنيا كده اهو. ده الحشو بتاع ايه؟ بتاع الفراخ، بتاع عفوا بتاع البطاطس اللي محشيه بالفراخ اهو كده اهو. ريحه التوم طبعا غيرت الامور. انزل بقى عندي بقرن فلفل مشكل من الاحمر والاخضر، ده مفيد جدا كده اهو. وابدا اعصق حاجتي بطريقه سهله، عندي حبه جبنه موتزاريلا هبدا هقفل بيهم على الوش في الاخر. احنا كده شغالين زي الفل، تعال نبهر. نبهر بايه؟ حبه بابريكا حلوين يحمروا الدنيا معايا شويه، حبه الملح بتوعي اظبطهم غير اللي حطهم الاول، سن البهار مشكل للفراخ. شوف اللي جاي مني بقى، ده كمان شايف ده ايه؟ زعتر ناشف فريش. يعني احنا عندنا الزعتر لما بيقدم او الروزماري او اي شيء عندنا من الاعشاب اللي موجوده عندنا دي كلها ما بنرميش حاجه. بعمل ايه؟ ببدا اسيبهم على جنب لحد ما ينشفوا، وابدا افصصهم وانضفهم واسيبهم خالص في بطرمان، ينفعوا معايا في اللطافه خالص ويبقوا شغالين زي الفل. شايف ناقصني حاجه؟ ايه هي؟ ناقصني مكعب زبده كده يدلع الدنيا معايا في قلب الخلطه دي، هيفرق كتير جدا اهو. وابدا كده اظبط اموري، والدوره كمان مسلوق فبحطه عندي في النهايه، واقول له متشكرين كده كحشو لطيف جدا للمحشي البطاطس. خلاص عملنا البطاطس المتقوره بصنعة لطافه، متشال منها اللي في النص، عملنا الحشو بتاعنا. نجيب معلقه عاديه في نفس الصينيه اهو، بص الحشو عامل ازاي. شوف، امسك البطاطسيه، بص البطاطسيه بقشره، بص كده يا استاذي، متقوره عادي جدا، حبه فلفل اسود وملح اهو، سنه زيت دخلت الفرن بقت طريه معايا، تاخد خمس دقائق في التسويه ومتشكرين. اعمل كده، شوف بقت عامله ازاي، شوف اهو، واعمل كده. عندي كمان جبنه يا فندم،
عندي كمان جبنه نحطها في الاواخر. خلينا نحشي الاول ونعمل كده. شوف الحشو مش بكميه كبيره، مش شرط. على فكره لو تاخدوا بالكم مش هتلاقوني في حلقات كلها اللي عملتها مع حضراتكم باجي يوم اعمل حلقه محاشي، لا ما عملتش كده قبل كده. وما تلاقونيش جيت يوم عملت حلقه مثلا محاشي، هنتكلم عن محاشي اكتر. ليه بقول كده بقى؟ المحاشي انا من وجهه نظري هي مش بتاعت شيف، زي الممبار والكرشه والحاجات دي مش بتاعت شيف، دي بتاعت ام نظيفه، ام جميله بتعملها بصنعه لطافه بقمه الخبره اللي الامهات بتعملها في المحاشي. انا لو عملت حله محشي انا وخمس رجاله والله ما هتطلع ربع حله امي، بقول لكم والله. ليه بقى؟ ومش امي بس، اي ام. المحشي ده ليه ذوق. طب ليه بقول كده بقى؟ عشان انا بعمل المحشي بقطاعي، يعني مره انت شفتوني عملته بالكوسه، مره النهارده بعمله بالبطاطس، مره مش عارف بعمله بالايه. المقصود اني بحاول اعمل اللي ما بتعملش في البيت، لكن اللي بتعمل في البيت لو انا عملته مش هيبقى جامد. انا شخصيا بقول كده، مش هيبقى جامد زي بتاع امهاتنا، وبرده هيكون متكرر. حضرتك استفدت مني ايه لما اعمل حاله محشي هي بتاعت البيت؟ ايه الجديد؟ فلا، المحشي الامهات لا يعلى عليه. تيجي تقول لي مثلا شيف يعمل كرشه وممبار، هيبقى شكله لطيف ولكن الطعم بقى تعالى ندوق بقى، هتدوق ازاي؟ لا، الامهات بقى تقعد بقى تمسك الكرشه دي تنضفها وتمسك الممبار تظبطه وتحطه في الملح وتنقع وتعمل. قبل ما يطلع شيفات الامهات موجوده احسن 100 مره من الشيفات. هرجع تاني للجبنه اهو، هجيب عندي حته جبنه، اي عندي جبنه كده اهو، واروح عامل ايه بقى؟ والله جت فكره، بس هو محشي على فرانكا، بس بلاش ان انا اعملها، كنت هفرم في النص حاجه تانية، بس لا خليها جبنه بس. خلاص اهو اهو تمام. نعم كده اهو، حاضر كده اهو. بص بقى المنظر.